مشرعون أمريكيون يقترحون تعديلاً على قانون قيصر يهدد صفقة الطاقة اللبنانية. بعد محاصرة التحالف لمقرهم، وافقت أغلبية قادة مغاوير الثورة بقرار تعيين فريد القاسم قائداً للجيش. بعد تشكيل مجلس إدارة جديد، مجلس القبائل والعشائر يجري لقاءات مكوكية في المناطق المحررة. نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم، أهلاً ومرحباً بكم. طرح مشرعون أمريكيون مسودة قرار أمام الكونغرس الأمريكي لإضافة تعديلات على قانون قيصر من شأنها قطع الطريق أمام تنفيذ صفقة الغاز اللبنانية المصرية. المزيد في هذا التقرير. بعد مرور 3 أشهر على توقيعها، لم تشهد اتفاقية نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا أي خطوات فعلية على أرض الواقع. وزير الطاقة اللبناني وليد فياض كشف في تصريحات سابقة أن قانون قيصر وشروط البنك الدولي وقفت عائقاً أمام الصفقة، على الرغم من جاهزية الجانب المصري بعد تغير موقف البنك الدولي وزيادته في الشروط المطلوبة. واشنطن من جانبها أكدت أنها ستراجع العقود للتأكد بأنها تتماشى مع سياستها ولن ترفع العقوبات عن النظام دون إحراز تقدم حقيقي نحو الحل السياسي. هذا التصريح عاد اليوم إلى الواجهة بعد الحديث عن مسودة قرار طرحها مشرعون أمريكيون لإضافة تعديلات على قانون قيصر لتعريف ما سمي بمفهوم الصفقة الكبيرة. مدير برنامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط تشارلز ليستر قال إن المقترح المقدم للكونغرس يغطي أي معاملة متعلقة بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو أي معاملات متعلقة بالطاقة تقدم دعماً مادياً للنظام سواء من قبل أفراد أو شركات. المقترح ينتظر مصادقة مجلس النواب والشيوخ ليصبح نافذاً، والذي بدوره سيقتل صفقة الطاقة اللبنانية بحسب التغريدة الواردة على حساب ليستر. فهل يبصر هذا المقترح النور وينهي المخاوف الأخيرة من كسر مشروع الغاز المصري قانون قيصر وفتح الباب أمام عودة النظام للتعاون الاقتصادي مع الدول العربية؟ أرحب بضيفي في هذا المحور سامر خليوي، المحلل السياسي من لندن. أهلا بك سيد سامر. يعني انتهى التقرير بتساؤل مهم سيد سامر، برأيك هل سيصبح هذا المقترح نافذا وينهي فعلا صفقة الغاز اللبنانية؟ نعم، في البداية تحية للجميع. يعني من السابق لأوانه التكهن بموافقة الكونغرس على هذا الاقتراح، خاصة أنه لا أعتقد أن سيكون هناك تضارب ما بين توجه الحكومة الأمريكية وبين تشريعات الكونغرس، لأن قانون قيصر من خلال الحكومة الأمريكية تم انتهاكه عدة مرات وتم التغاضي عنه أكثر من مرة، خاصة من جانب قسد التي تنتهك هذا القانون بشكل يومي، والولايات المتحدة تغض الطرف عن ذلك لأن لها مصلحة في ذلك. أيضا عندما كان لها مصلحة في لبنان وفي إسرائيل، سمحت للأردن والأسد ومصر ولبنان كي يجتمعوا ويقرروا نقل الغاز من إسرائيل إلى مصر إلى الأردن إلى سوريا إلى لبنان. طبعا ما يحكم ذلك بالدرجة الأولى هو المصالح الأمريكية، فإن اقتضت المصلحة الأمريكية على تعديل قانون قيصر أو تبديله أو حتى عدم الضغط على الدول الأخرى من خلال هذا القانون، فإنها سوف تفعل ذلك بالتأكيد. نعم، بالحديث عن المصلحة الأمريكية التي ذكرتها حضرتك سيد سامر، يعني مع انشغال اليوم الإدارة الأمريكية كما يشاع عن الملف السوري وبعد عامين من إقرار قانون قيصر، أين ترى أثر هذا القانون على النظام؟ يعني مع الأسف لا يوجد تأثير كبير، لأنه هناك كما ذكرنا انتهاكات من الدرجة الأولى من قبل الحكومة الأمريكية التي تغض الطرف عن ذلك، وأيضا لا نرى هناك جدية حقيقية للتأثير على نظام الأسد، خاصة أننا نرى في أحيان متعددة أن الولايات المتحدة تستفيد من هذا القانون من أجل مصلحتها ومن أجل الضغط على الدول الأخرى والتعامل مع الدول الأخرى. أنا أعتقد أن إدارة الرئيس ترامب كانت أكثر شدة
في التعامل مع هذا القانون، ولكن إدارة الرئيس بايدن تراجعت كثيرا وهي لا تريد أن تضغط كثيرا على نظام بشار الأسد. هناك طرق عديدة وشتى للضغط على نظام بشار الأسد إن كانت هناك إرادة حقيقية من قبل الولايات المتحدة. سامر خليوي المحلل السياسي كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. وافق غالبية القادة في جيش مغاوير الثورة على قرار التحالف الدولي بتسليم فريد القاسم قيادة الجيش بمنطقة تنف بدلا من مهند الطلع. وجاءت موافقة القادة على القرار بعد محاصرة التحالف مقرات القادة بالمنطقة ومطالبتهم بتسليم أسلحتهم والخروج منها في حال استمرارهم برفض القرار. وكان قادة المجلس العسكري في جيش مغاوير الثورة أعلنوا في بيان مصور رفضهم إقالة العميد مهند الطلاع من قيادة المجلس، وذلك بعد ساعات قليلة على نشر القيادة المركزية الأمريكية تسجيلا مصورا يظهر تنصيب النقيب فريد القاسم بشكل رسمي من قبلها خلفا للطلاع. ينضم إلينا الأعلامي في شبكة عين الفرات من اسطنبول نورس العرفي، أهلا بك سيد نورس. يعني بداية، كيف هي الأوضاع اليوم أو حاليا في المنطقة بعد حصار التحالف لمغاوير الثورة؟ سيد نورس، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد نورس، قد نعود إليه لاحقا. مشاهدينا سنتابع في هذه النشرة. اقتحمت قوات الشرطة والأمن الوطني العام في مدينة الباب شرق حلب خيمة اعتصام للمعلمين وأجبرتهم على فك الاعتصام بالقوة. نحن الآن في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حيث شهدت المدينة اليوم صباحا فضا لاعتصام المعلمين الذي أقيم يوم الأمس مقابل مديرية التربية والتعليم وسط المدينة، وذلك احتجاجا على قلة الرواتب الشهرية وسوء العملية التعليمية في المنطقة. اليوم صباحا قامت قوات الشرطة والأمن الوطني العام بإزالة خيمة الاعتصام وفضه، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل المعلمين. تواصلنا مع قوات الشرطة والأمن الوطني العام للتعليق على الأحداث الأخيرة، ولكن قوبل طلبنا بالرفض، وذلك توجهنا إلى نقابة المعلمين في المدينة للتعليق على الأحداث الأخيرة، فكونوا معنا. طبعا كنا متواجدين بالخيمة الساعة 7 الصبح، اجونا عناصر الشرطة قال بدنا نفك الخيمة بأمر من التركي، فنحن قلنا لهم هذا أمر سلمي، قال لا بدنا نفك الخيمة، اجوا عناصر ملتمين حاوطوا الخيمة وصاروا يفكوها طبعا غصب عننا، وهذا الأمر مو بإرادتنا، فكوا الخيمة وصاروا كل شيء حدا يصور فيديو أو يصور صور ياخذوا منه التليفون يمسحوا منه كل شيء عم يصوره، قال ممنوع التصوير ولا بأي شكل. أسلوب فك الخيمة بشكل عدواني طبعا طريقة غير حضارية لفك الاعتصام وفك الخيمة، وإن شاء الله نحن ما رح نتراجع عن هذا الأمر، رح نرجع ننصب الخيمة إن شاء الله تعالى مرة ثانية، ونحن ما طالبنا بشيء غير بحقوق المعلم. يعني احنا مطالبنا سلمية ونتم مستمرين بمطالبنا السلمية، احنا مطلبنا مطلب حق يعني، ومطلب لكل المعلمين، نتم مستمرين في صوتنا صوت حق ان شاء الله تعالى، ونتم الى الامام ان شاء الله تعالى بدون كلل او ملل ان شاء الله تعالى. من جديد انضم إلينا نورس العرفي الإعلامي في شبكة عين الفرات من اسطنبول. سيد نورس أهلا بك، يعني كيف تبدو الأوضاع حاليا في المنطقة بعد حصار التحالف لمغاوير الثورة؟ حقيقة أن هذا التطور متوقع صراحة، من بداية مغاوير الثورة برفض ذلك القرار إلى البيان الذي تم إصداره من قبل ذلك الفصيل برفضهم لإقالة الطلاع، فمن الطبيعي أن تتطور تلك الأمور إلى الحصار والقوات الأمريكية من مغاوير الثورة هجوم من القاعدة ومترجلين، وهذا الأمر طبيعي. يعني نحن نعلم بأن أمريكا تعتبر نفسها هي سيدة العالم وهي أقوى قوة اقتصادية وأقوى جيش في العالم، وبأن فتعتبر ذلك التصرف هو عبارة عن خروج عن المألوف وعبارة عن يعني نعم شبه
احتجاج او بعدم الموافقه على قرار امريكي فهذا الامر مرفوض. الامور الى الان متوتره، امريكا ترفض كل بعض المقاتلين، واقول البعض من مغاور الثوره رفضوا ذلك القرار ورموا بإصدار ذلك البيان. نعم، يعني سيد نورس، هل من الممكن ان يكون عزل الطلاع بسبب طلب التحالف منه التنسيق مع قسد او النظام؟ الطلاع حقيقة مهند، الطلاع هو ضابط انشق عن النظام منذ بداية الثورة، قاتل قوات النظام وكان له أياد في هذا الأمر، بغض الإشارات عن الاستفهام التي تدور حوله أو عن الكلام الذي يتم طرحه، لكن الطلاع قاتل النظام وانشق عنه. أتوقع بأن رفض مهطلع للتنسيق التحاور معه يكون سببا قويا بإزاحته من مكانه. هذا أيضا هناك سبب آخر أتوقع بأنه مهم أيضا، نحن نعلم بأن إقالة الطلاع جاءت وهو في زيارة إلى تركيا. نعم، أيضا أمريكا أن تنتظر لكي إلى بعد عودته إلى نعم. يبدو أن لدينا مشكلة يعني في وصول الصوت. سيد نوراس، أشكرك جزيل الشكر، الإعلامي في شبكة عين الفرات، كنت معنا من إسطنبول. مشاهدينا، ننتقل إلى خبر جديد. خرجت جامعة الزهراء في مدينة جرابلس شرقي حلب عشرات الطلاب من كلياتها في اختصاصي اللغة العربية والشريعة، وجرت مراسم التخريج ضمن حفل تكريمي. المزيد في هذا التقرير. تشاركه الفرح في يوم تخرجه وتقف إلى جانبه بعد أن أتم سنوات من الدراسة والتحضير، يتخرج اليوم برفقة عشرات الطلاب والطالبات من جامعة الزهراء في مدينة جرابلس شرقي حلب. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. توج هذا اللقاء اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى بتخريجنا أنا وأصدقائي لمرحلة الماجستير، ويوجد إخوة وأخوات من خريجي وخريجات مرحلة الليسانس، تخرجنا بفضل الله عز وجل بعد سنوات طويلة من جامعة الزهراء المباركة، ونسأل الله العلي القدير أن يتمم الفضل لهذا الشمال المحرر لازدهار حركة التعليم والنشاط العلمي والازدهار والتقدم. اختصاصات ثلاثة أنهى الطلاب والطالبات دراستهم بها لينقسموا إلى قسمين، 23 طالبا من كليتي الشريعة واللغة العربية أتموا دراسة البكالوريوس، و13 حصلوا على الماجستير في تخصص الشريعة. اليوم تخرجنا وكانت أجمل لحظات، يعني عانينا صحيح صعوبة 4 سنين بس مرت كبس يعني سريعة كتير. اليوم حصاد ال4 سنين وهالشي كله يعني شكل فرحة كتير قوية في قلبنا. درست 4 سنين بجامعة الزهراء، أنا أول متخرجة من جامعة الزهراء بالنسبة لقسم اللغة العربية. أوجه شكري للدكاترة ومعلميني ولأهلي ولكل من ساعدني حتى أخذ الشهادة. حصلوا على شهاداتهم وانتهوا من دراستهم في هذه المرحلة، مع إصرار العديد منهم على المضي في التعليم ونيل شهادات أخرى تساعد العديد منهم على العمل في الشمال السوري المحرر. بدر كجق، قناة حلب اليوم، ريف حلب الشرقي. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. تجفيف التين في جبل الزاوية مهنة وصناعة محلية تلقى رواجا خارج سوريا. يا ما أحلى الفسحة يا عين.
طلعت عنين النعورة. أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. سلسلة من اللقاءات والاجتماعات يخطط لها مجلس القبائل والعشائر السورية في مختلف المناطق المحررة بهدف زيادة التنسيق والتعاون بين القبائل، كان أولها في مدينة جرابلس شرق حلب بعد تشكيل مجلس إدارة جديد. المزيد في هذا التقرير. بعد تشكيل مجلس إدارة جديد، مجلس القبائل والعشائر السورية الفاعل في الشمال السوري المحرر يطلق سلسلة من الاجتماعات في مناطق مختلفة، وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق بين القبائل والفعاليات المدنية والعسكرية. دور اللي أخذه المجلس أساسا ولد في رحم الثورة السورية، فالدور هو دور ثوري بامتياز بما يخدم أهداف ومبادئ ثورتنا اللي انطلقت عام 2011 بشهر آذار. فيما يخص موضوع أعمال المجلس بشكل عام، يرعى الجانب الاجتماعي بشكل كبير، فض النزاعات الخلافات في حال حدوثها، إضافة تحقيق موضوع السلم الأهلي بين المكونات، موضوع المصالحة بين المكون أفراد المكون الواحد إن كان على المستوى المدني أو المستوى العسكري أو مدني عسكري أحيانا قد تكون الأمور. إذا ما قدمنا العود للمعلمين. أهداف عديدة من هذا الاجتماع كان في مقدمتها التركيز على دعم الجيش الوطني وحثه على إطلاق عملية عسكرية لتحرير المدن السورية، كما أكدوا على دعم قطاع التعليم والوقوف إلى جانب المعلمين في مطالبهم التي وصفوها بالمحقة. طبعا دور المكتب في جرابلس هو دور اجتماعي لحل كثير من الخلافات، التدخل السريع لحل قضايا عالقة سابقا وحل قضايا ممكن تصير في أي لحظة خصوصا بالظروف الحالية اللي نعيشها. طبعا نحتاج أيضا إلى تنسيق كبير بين جميع المؤسسات وعلى رأسهم الجيش الوطني والمؤسسات الرسمية مثل المجلس المحلي لإصدار قوانين وتشريعات تضبط الوضع العام وخصوصا الأمني وتفعيل الحالة الخدمية والاجتماعية في المدينة. المجلس يضم 56 قبيلة من عموم سكان مناطق الشمال السوري المحرر، مع توزع مكاتبه في أكثر من 5 مناطق كالمدن الرئيسية، تبدأ في بلدة سجو وصولا إلى مدينة جرابلس، واعدين بإنشاء مكاتب أخرى بهدف تعزيز السلم الأهلي في بقية المناطق. بدر كجر، قناة حلب اليوم، ريف حلب الشرقي. أفاد الدفاع المدني السوري بوفاة فتى وإصابة 13 مدنيا خلال 24 ساعة الماضية جراء 5 حوادث سير متفرقة في مناطق شمال غرب سوريا. وقال الدفاع المدني في بيان أن فتى توفي إثر سقوطه من سيارة على طريق مشمشان غرب إدلب، فيما أصيبت امرأة وهي بحالة صحية حرجة جراء صدمها بسيارة على طريق قرقانيا رضوى. وأضاف الدفاع المدني أن طفلة أصيبت بجروح جراء صدمها بدراجة نارية في أحد المخيمات شمال إدلب، بينما تعرض 3 مدنيين للإصابة في حادث على طريق عين الحمرة محميل غرب إدلب. أما في عفرين شمال حلب فأصيب 8 مدنيين إثر انزلاق سيارة كانوا يستقلونها على مدخل المدينة، وتم إسعاف المصابين للمشافي القريبة. صناعة دبس العنب مهنة قديمة متوارثة تشتهر بها مدينة عفرين شمال حلب، حيث ينتج دبس العنب في عفرين بجودة عالية، وله طرق مخصصة في صناعته تعتمد على الأدوات الطبيعية بما يحفظ نكهته المحببة. المزيد في هذا التقرير. على مدار 15 عاما تخصص محمد إيبش من سكان منطقة عفرين شمال حلب بصناعة دبس العنب
الأواني النحاسية وأعواد نبات الجيجان من أساسيات هذه الصناعة، فالنحاس يكسب دبس العنب الحرارة اللازمة لتنقيته من الشوائب، والجيجان يكسبه الطعم المثالي. كل أهالي منطقة عفرين يعصروا العنب، يجيبوا يحوشوا على الدبس آل زبيب ب 15 أيلول مرحلة الدبس وب 5 أيلول مرحلة الزبيب، وبعد ذلك نجهز ونعرض على الأسواق، على سوق الهال، على دكاكين الجملة، ونبيعه بالريف الغربي أدلب على حسب الوضع، نبيعه بالليرة التركية. الأسعار هالسنة بحدود 40، من 35 إلى 40 ليرة تركية. مراحل عدة يمر بها دبس العنب حتى يصل لشكله النهائي، تستغرق قرابة 24 ساعة. تنقية العنب وعصره في المراحل الأولى وغليه بقدر نحاسي عبر 3 مراحل حتى الوصول لمرحلة التبريد، ومن بعدها التعبئة لطرحه في الأسواق. وبعد العصر من غلية، أول غلوة هون بهذا البلو، بعد ما يغلى بعدين منحطه بالتشوط العادية من صفية، بعد ما يصفى كمان منحطه بالطناجر نحاس ومنغلية بالحطب، وبعدين بطلع منها الدبس، لأنه في منهم عم بيساوون بالمازوت بالحرقات، الحرقات المازوت بضل يعني ريحته دخانه بيطلع شو اسمه على الدبس، الحطب ما له ريحة ولا له شيء. تتوفر كروم العنب في عفرين بكميات كبيرة وتتعدد أنواعه، ما أتاح المجال لصناعات عدة يكون العنب ركيزتها، منها دبس العنب والزبيب وغيرها من مشتقات العنب التي تعود بالنفع على المزارعين وتغني السوق المحلية. ارتبطت صناعة دبس العنب بتراث مدينة عفرين، حيث يصنع الأهالي الدبس منذ عشرات السنين مع توفر مواده الأولية وانتشار زراعة كرومه. مجد العمر، حلب اليوم، عفرين. ومن العنب إلى التين، ومهنة تجفيف التين في جبل الزاوية بريف إدلب والتي تكتسب أهمية كبيرة كمهنة وصناعة في السوق المحلية وأيضا للتصدير لخارج سوريا. نتابع المزيد معا. موسم تجفيف التين لا يقل أهمية عن موسم القطاف. أبو يوسف من قرية كان صفرة في جبل الزاوية يفرش سطح بيته بالتين من أجل التجفيف. يقوم بتقليب حبات التين يوميا لتصبح مهيئة للتعليب. أول شيء منجيبه من الأرض، وبنرجع بعد ما نجيبه بنصطحه بهذا الشكل، نصبر عليه يومين أو ثلاثة، بنرجع من قلبه على تاني جهة. يعني بعد ما نقلبه نصبر كمان يومين، بنرجع بننقي منه اليابساني اللي بتكون يابسة، يعني ما بقى فيها مثلا شيء من المي. بنصبر عليه يومين أكثر، بندخله على المستودع. بعد أن تصبح حبات التين مجففة يبيعها للتجار المحليين أصحاب المشاغل الكبيرة التي تحتوي على آليات من أجل تعليبها وتعقيمها وغسلها، لأن حبات التين بحاجة إلى عناية ومجهود حتى لا يصيبها ضرر. منجيب التين نفرزه فرز كامل، البضعة الضعيفة، الأروي، الممتازة، يعني على 5 أصناف نفرزه. نرجع نقوم بعملية تصويل وغسيل وتنظيف وتعقيم لا بسبعة من مراحل لنتأكد بالتيني خالي من الحشرة، من البيضة، من النظافة، أوركسترا تطلع، عرفت شلون؟ بعد منها نقوم بعملية تغليف. جودة التين العالية ساهمت في حصوله على مراتب عالمية من خلال مشاركة التجار بعينات تم عرضها في عدة معارض دولية مثل معرض اسطنبول والإمارات، لتتصدر تلك العينات المرتبة الأولى عالميا بحسب أحد التجار. يحتل تين إدلب مرتبة عالية في الأسواق العالمية على الرغم من تردي الواقع الاقتصادي وفقدان مساحات واسعة من الأراضي بسبب سيطرة قوات النظام عليها. عمر عاصي، جبل الزاوية، حلب اليوم.
ختام هذه النشرة مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني على today.tv.net. إلى اللقاء.